نعم، القسم الرابع، الباب الرابع. في هذا القسم بطلان عبادة ما سوى الله، أن الهداية إدخال أحد إلى رحمة الله أو إخراج أحد من رحمة الله، هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه، لكن ما استطاع، هذا فيه بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، أن الهداية بيد الله لا تطلب إلا من الله. وإذا ما استطاع عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا غير من باب أولى. أي هداية؟ هداية التوفيق، يعني الدخول في الدين أو الخروج منه، نسأل الله العافية. نعم،